ليه الفريق الاول ما قدرش ان هو احنا اتكلمنا يمكن في الموضوع بزياده، بس يعني ليه كل ما افتكر الكوارتر الثالث لما خلص 44 31 لو طب ليه ما قدرناش ان احنا ده الفرق كان كبير قوي، ليه ما قدرناش نحافظ زي النهارده مثلا؟ ما هو بص، هي بتبقى زي ما قلت لك دي اوف لبعض اللاعبين، وزي ما قلت لك في اخفاقات في التصويب، في اخفاقات في الرمي الحره، في التو بوينت، في الثري بوينت، في زي ما نقول ايه يعني بعض الاخفاقات في الدفاع، في التحركات في الدفاعيه، دي كلها حاجات مؤثره. التزام بالتعليمات اللي بيقولها المدرب ممكن لا تطبق زي ما هو عايز. عملية الديفنس كان محتاج يتغير إلى حد ما، وشفناه النهاردة في الكوارتر الرابع زي ما قلنا أنه اتغير لمان تو مان، فرق برضو كتير مع الفريق. تدعيم ببعض العناصر الطوال القامة زي فهمي فرق برضو النهاردة مع الفريق، لأن أنت محتاجة، فممكن تبقي مجبرة تلعبي منطقة عشان ما عندكيش طوال، فعايزة تقفلي تحت عشان هو عندهم طوال، فدي بتبقى رؤية بتاعة المدرب، هو أقدر واحد عشان هو عارف الفرقه وعارف هم يقدروا يعملوا ايه وعارف امكانياتهم ايه، فهو بيوظف اللي عنده على قد الامكانيات المتاحه. صحيح. وبيحاول بقدر الامكان انه يكسب بيها المباراه. صحيح. طيب نظام الدفاع الضاغط اللي كابتن مرعي بيعتمد عليه وطول عمره بيعتمد عليه في كل الفرق اللي طبعا تولى مهمه تدريبهم، ولكن الفكره دي او المدرسه دي شايفها ازاي مع الزمالك؟ بص، اللي هي نجحت مع كل الناس، كل مدرب وله فلسفته. والمدرب الشاطر اللي يطوع فلسفته حسب امكانيات لعبته. يعني انا لو انا فرقتي شايف انها هتلعب زوم بشكل كبير كويس هلعب زوم، لو انا شايف ان انا هضغط من اول الملعب فول كورت هضغط فول كورت، لو شايف ان انا تلات ارباع ملعب هضغط، لو شايف ان انا هعمل ضغط على حامل الكره واعمل باربعه ساجنج مان تو مان هعمل الكلام ده. فدي رؤية مدرب وفلسفة، مش كل الفلسفة الشخصية بتاعتي تنطبق على كل الفرق. زي ما انا قلت هو بيفصل، شوف امكانيات فرقته وبيدربهم. ما هو التدريب معمول ليه؟ عشان هو يختبر كل اللي هو عايز يعمله من فلسفة ومن طرق لعب دفاعية وهجومية واوتات وسبيشال سيتويشن وكل حاجة بيجهز لها في الخطة بتاعته، في السيستم بتاعه، في الحصص التدريبية بتاعته على مدار الوقت اللي هو واخده قبل البطولة، وبيستكشف وبيعمل مباريات ودية عشان يشوف ايه اللي ممكن يصلح معاه لغاية ما يوصل للهدف اللي هو عايزه، وتطبيق الفلسفة اللي يجاري او ينطبق على الفرقه دي بالعناصر دي باللعيبه دي. لما يكون عندك هو اول عن اخر 8 اللي بتلعب بيهم وهم اللي بتعمل من خلالهم الروتيشن وهم اللي بتعتمد عليهم الاربعه كوارتر، ده بيبقى قد ايه متعب للمدير الفني او لجهاز الفني؟ هو متعب للمدير الفني ومتعب للعيبه طبعا، لان الجهد لما يتوزع على 12 غير لما يتوزع على 7 8. دي شطاره المدرب ان هو امتى يريح عندي 3، امتى طلعهم وريحهم واديهم نفس واديهم وقت، وهل الثمانيه دول هل جاهزين بدنيا بشكل كبير ان هو يلعب لي 40 دقيقه؟ والله يا كابتن وحتى لو جاهزين صعب قوي 8 يلعبوا 4 كوارتر، صعب قوي. بص احنا على ايامنا كنا بنلعب 4 كوارترات، الكوارتر 12 دقيقه يعني 48 دقيقه. وكنا بنلعب عدد محدود من اللاعبين، مش كل ال 12 بيلعبوا. هي يا كابتن بس الدنيا اختلفت زمان، كل على فكره الالعاب الجماعيه ما كانتش بنفس السرعه وبنفس الريتم وبنفس التطور والمدرسه، الدنيا اتطورت قوي يا كابتن. اكيد، ما هو برضه حمل التدريب اتغير وطرق التدريب اتغيرت واساليبه اتغيرت، فبالتالي كل عصر وله اوان. صحيح. وكل وقت وله مرحلته وكل وقت له طرق تدريبه، فاكيد هو بيحط طرق التدريب المناسبه على الخامات اللي عنده عشان يعرف يشكلها بشكل كبير. فطبعا مشفق على الثمان لعيبه ان هم هيلعبوا بالجهد الكبير ده بالوقت ده، وده بقول لك بيأثر عليهم عصبيا ونفسيا وحتى في التركيز في التصويب في الاوقات الحرجه، وده اللي شفناه في معظم المباريات. يعني النهارده احمد ياسر عنده شوطين في اخر المباراه ضيعهم، مع انه كسبان 12 بونت، يعني ما لهوش ضغط ما لهوش بريشر ما لهوش حاجه، لكن نقول ايه؟ اجهاد طبعا بدنيا استنزف خلاص، لان انا دايما بقول ان البدنيا لما اللاعب بدنيا لما خلاص البدني بتاعه بينزل بالتالي تركيزه بيقل بالزبط. بالتالي نسبه التصويب ما بتبقاش زي مثلا نسبه تصويبه في الكوارتر الاول والثاني. ده فرق بين لاعب ولاعب، ده خبرات. ده لاعب بيقدر ان هو يلعب في الوقت الكريتيكال تايم بشكل كويس وبيقدر ينتج لك اللي انت عايزاه كمدرب، فهو ده الفرق.
هي حلقة للأسف كلها ماسكة في بعضها. انت النهاردة هو ده اللعيبة المتاحة عشان الإصابات والغيابات وقيد المحترف اللي كان فيه بعض المشاكل. هي حلقة انا النهاردة لما هيبقى اللاعب عندي في الكورتر الاول والتاني هايل ونسبة التصويب هايلة، فانا محكم بعدد معين 8 هم اول عن اخر اللي بيبدلوا، فبالتالي نفس اللعيب ده في الكوارتر الثالث والرابع بدنيا هينزل، نسبة تركيزه هتقل، نسبة تصويبه مش هتبقى زي اول اتنين كوارتر او الشوط الاول. فهي دايرة مقفولة احنا بنلف فيها. هي موضوع صعب وصعب التنفيذ بالمتطلبات اللي بيطلبها المدرب لو صعبة بدنيا على اللعيبة في الاوقات الحاسمة. صحيح.